أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم رجل الأعمال الكبير الأستاذ محمد العلي، صاحب ومؤسس صالون الفصول الأربعة. أهلا أستاذ محمد. أهلا بك طال عمرك. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا ببرنامج، نورتنا. الله يعزكم ويخليكم ويبارك في جهودكم. أستاذ محمد، ممكن تخبرنا بداية المزيد عنك وعن بداياتك مع مجال البزنس والاستثمارات؟ أنا طال عمرك أول شيء طبعا أشكر تلفزيون الـ ABC على تحت الفرصة هذه، وهي تشجيع للشباب وحتى الشيبان، مو بس عشان ما يزعلون. بدايتي طال عمرك يوم بعد الدراسة دخلت عدة مجالات، كانت طبعا كوظيفية اللي هي بداية الأمر كنت بطيران الإمارات، وعقبها بطيران الخليج، وعقبها في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وطبعا اكتسبنا خبرة وعلاقات بالتعامل مع كافة الشرائح تقريبا، رجال أعمال وسواء الناس العاديين والبي آي بي والسي آي بي وجميع العالم يعني. فاكتسبنا خبرة الحمد لله. وبعد 2006 بفضل الله قررت إنشاء شركة قابضة. جمعنا طبعا من اللي كان الله كاتب لنا إياه، ودخلنا في مجال العقار. طبعا سابقا كنت في 1993 بدايتي في العقار، والحمد لله رب العالمين طورنا ودخلنا مجال التجارة. أسست شركة اللي هي سدن للتجارة العامة في مجال طبعا المواد الغذائية والأعلاف، والحمد لله رب العالمين الله كرمنا فضل الله ورعاية طبعا والدنا الشيخ محمد بن زايد، ووالدنا بعد الشيخ محمد بن راشد الله يحفظهم ودعمهم لنا طبعا، والتسهيلات اللي موجودة ولله الحمد في ديرتنا، تسهيلات للمستثمر. تعرف أنت يوم من يوم ما تجي المطار لين ما تطلع الضحكة موجودة، ترحيب، وهذا شيء من الخاطر يعني. الحمد لله عودونا عليه أهالينا وتعودنا، والحمد لله رب العالمين، وهذا فضل من الله، أعطانا دعم. وعندنا طويل العمر شغلة اللي هي مهمة جدا، الأمن والأمان. شفت أنت عقب كورونا الله بعدنا عنه الحمد لله، وشفت أنت الدولة يمكن الأولى، أنا ماني أستثني دول اللي قامت بجهود مشكورة، بس دولتنا الحمد لله رب العالمين فضل الله وقيادتنا الحكيمة صارت من أوائل الدول اللي العالم تركض لها ركض اليوم، وهذا انعكس بشكل إيجابي بفضل الله سبحانه وتعالى توفيقه على البنية التحتية في البلد من خلال الأعمال والصحة والتعليم، والناس اليوم تركض الحمد لله، وهي تركض ركض تجينا، وهذا طبعا رب العالمين هذا فضل رضا علينا طبعا. أستاذ محمد، ممكن تحكي لنا المزيد عن بداياتك مع الصالون الفصول الأربعة، وشو الخدمات اللي بتقدموها داخل الصالون؟ طبعا فكرة الصالون يوم بديتها قبل 14 سنة ما كان في البرشة تقريبا ولا صالون، حتى مول الإمارات توه ما طالع. طبعا كانت مشاريع قائمة لبرج خليفة كان طالع، وزحمة ازدحام اللي على شارع الشيخ زايد يعني ما تقدر تروح له بطلعة الروح سابقا. وكنت سابقا أروح لصالون محدد في جميرة في مركاتو، ودعاني الشيء أني أسويه، والحمد لله سويتها. طبعا كان خارج البرشمون، وجبت شباب، والحمد لله شفت بداية الأمر كان يخدمني ويخدم العيال، والله لك الحمد كل ما شفت الموضوع صار تجاريا ذا مردود، يغطي لك السيرفس حقك موبايل كهرباء. فسبحان الله قلت لا لازم أدعمه. سجلنا هو يعني كنشاط يمكن صغير تقول،
بس ما شاء الله ذو مردود، لأن أي شيء فيه خدمات للناس كالأكل أو خدمات عامة يعني، مثل تخدمهم الصالون، عندك الأشياء الطباعة، الأشياء اللي غير موجودة ركزت عليها الحمد لله ومشينا، وفضل الله من 13 سنة حتى بشهادة الموظفين اللي وياي، المدير وياي من 13 سنة. هذا مو إني أمدح نفسي، بس يدل إن في دعم فضل الله من الإدارة عندنا للصالون، انعكس بشكل إيجابي على الموظفين، كل مبسوط. وحتى يوم فتحنا في البرشمول، اللي طبعا المحل اللي انتم متواجدين فيه، قررت قلت الله سبحانه وتعالى موفقنا في الموضوع. من يوم اول يوم افتتاح الصالون، طبعا اول محل فتح في البرشمول، قررت اخليه 50% خصم لكل موظفين المول، عشان انا اقول من المدير الى اصغر، هذا كل اعتبروه ان صالونهم. والحمد لله هذا بعد اعطاني دعم كبير من قبلهم، رضا الله ورضا الناس مثل ما يقولون اللي علقت حالهم، وصرنا مثل ربع، مثل ميلس يعني عندنا هنا. فهذه دائما كفكرة جت من فراغ، والحمد لله تطورت وصارت فضل الله. طبعا فضل الله ورضا الوالدين علينا قبل كل شيء. أستاذ محمد، بعد النجاح اللي حققته في الصالون وفي مجالات متنوعة من الاستثمارات، شو الطموح وشو الرؤية المستقبلية؟ والله يا طول العمر الواحد ما يتم على حاله. طبعا أنا كنصيحة أقدمها للشباب، يمكن حنا خبرتنا شوية بسيطة جدا بالنسبة لمشاريع مثل الصالون. الصالون صح أنه 13 سنة، بس المجالات الأخرى علمتني بالتعامل. طبعا يوم تفكر في شغلة لازم تكون دارسها بشكل موزون. بالنسبة أولا الإيجار يكون مناسب للعمل اللي بتقوم فيه، تحسبها حسبة بدو مثل ما يقولون، 1 زائد 1 يساوي 2. يوم تحس إنك قدها اتكل على الله. عندنا الحمد لله قاعدة متينة في الدولة، بنية تحتية، خدمات ما شاء الله الحكومة ما مقصرة. أنت لو تلاحظ مؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب، وهم أعتقد في أبو ظبي وفي الشارجة، كل الإمارات في لهم دعم للشباب والبنات أنهم يوقفون على رجولهم. بس طبعا أنك الفكرة يوم تفكر فيها تكون دارسها بشكل صحيح، عشان ما تورط نفسك ولا تورط هم الحكومة وياك، لأنهم يبون يدعمونك. بس تكون كف للموضوع، انا اقول لازم تركز على شغلتين. اول حاجه رضا الله في التعامل، الامانه في كل تعاملك، ان وجدت الامانه انت بخير وسهاله. ان يعني هالاولين علمونا اياها. وصراحه في شغله ودي اذكرها، اللي هي والدتي الله يرحمها فاطمه، علمتنا شغلة واحدة، هي تقول لي لا تبوق لا تخاف، بما معناه إن دامك سليم وستريت راح الله يوفقك. وعلمتنا بشغلة واحدة وربتنا على مكينة خياطة، عشان تعرفون الأولين ترى هم شغالين بالتجارة، والمكينة هذه للحين موجودة عندي. هذا يدل إن كانت تتعب وتشقى عشان تربينا، والحمد لله سوت لنا بيوت وسوت لنا اشياء كثيره من وراء هالمكينه هاي. ف الله يرحمهم جميعا، نرحم موتانا الله يرحمهم جميعا وبركتنا طبعا، والله يبارك في الاحياء. استاذ محمد، بالنهايه بدنا نشكرك تواجدك معنا، ونخبر جميع المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع صالون الفصول الاربعه. طبعا الصالون في منطقه البرشه وفي مول البرشه،
معروف مول البرشا طبعا، وعندنا البوابة رقم 6 مدخل الصالون، عندنا الانستغرام موجود، في التليفون الأرضي موجود، تواصل مباشرة مع المدير، عندنا خدمات طبعا البيديكير ميديكير اللي نقدمها إضافية بالنسبة للحلاقة والهذا، ومستعدين حتى نعطي خصومات. أنا عندي الخصومات هي تحافز دائما للعالم، مو القصد ان تبي تجيبه وهذا تقص عليه، لا، يجي ويشوف بنفسه يوم يحس ان الخدمة فعلا حقيقية من قبل هذا اكيد بيتعود عليك، بس بداية الامر لازم تضحي، في تضحية راح يجيك الخير ان شاء الله. بالنهاية شكرا جزيلا استاذ محمد العلي، ونتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. تفضلتوا ومشكورين، والله يقدرنا إن شاء الله، يعني نقوم بالواجب اللي نقدر، نساعد الشباب ونساعد إخواننا الشباب والبنات في مشاريعهم، وأنا يعني بالشوفة الوقت اللي يبقى أي واحد منهم أي مشورة أو شيء، طبعا موجود عندكم الانستغرام والتليفون والساعة المباركة. شكرا جزيلا أستاذ محمد، ما بتقصر. عزيز وغالي، حياكم الله طال عمرك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.